يسعد صباحكم جميعا ورمضان كريم وكل عام وانتم بخير. حنبدأ محاضرتنا لليوم بطب أسنان الأطفال. ستاتيك بيوري فابريكيتد زيركونيا كراون إن بيدياتريك دنتستري. حنحكي عن زيركونيا كراون بطب أسنان الأطفال. يلا نبدأ مع بعض. بداية حعرفكم عن حالي، أنا دكتورة لبنى أكراد، أخصائية بطب أسنان الأطفال، حصلت على الماجستير من جامعة دمشق بسوريا. حاليا من عام 2015 لحد الآن بشتغل بدولة الإمارات العربية المتحدة تحديدا بدبي. أول سؤال ممكن يخطر على بالنا لما نيجي نحكي عن المعالجات التجميلية من ضمن زيركونيا كراون بطب أسنان الأطفال، إنه هل نحن فعلا بحاجة لمعالجات تجميلية بطب أسنان الأطفال؟ حقيقة هذا السؤال كتير بينطرح عندي بالعيادة من قبل الأهل ومن قبل زملائنا بنفس المجال، يعني زملائنا طب الأسنان العام كتير بيطرحوا علي هالسؤال، هل فعليا فعلا نحن الحالات تستدعي انه انت تستخدمي الزيركون كراون او تستخدمي حلول تجميلية لإله؟ لحتى اقدر جاوب على هذا السؤال خلينا نمسك المشكلة من البداية او نجي على الاصل تبع المشكلة السنية وهي الشكوى الرئيسية. شو الشكوى الرئيسية؟ Chief Complaint اللي بيجي فيه الطفل لعنا بيراجعنا بعيادات أطباء أسنان الأطفال أو سواء كنت أنت طبيب عام وتستقبل أطفال بعيادتك. شو هي Chief Complaint اللي بيجي فيه الطفل لعندك؟ صراحة فينا نحصرهم بكذا شغلة، بداية الكاريز اللي هي النخور، Discoloration، التروما، كلنا بنعرف قديش نسبة التروما كتير عالية عند الأطفال، الفقدان المبكر للأسنان المؤقتة، والشذوذات السنية سواء بالحجم سواء بالشكل. طيب عمليا خلينا نحكي مجرد ما يتخاطر لنا او يتوارد على ذهننا هاي المشاكل، خلينا نقول هي ما عند الاطفال هي عند الادلتس، فورا نحن حنروح نتجه للمعالجات التجميلية بسبب هاي المشاكل ديسكوليريشن تروما هاي الاشياء. فشو المانع انه نحن عند الطفل ما نرفع سوية المعالجة ونرفع سقف المعالجات اللي نحن بنقدمها للأطفال ونقدم لهم معالجات تجميلية، خصوصا نحن هلا بوقت صار في عنا عدة مقومات او اسباب خلينا نقول بتأهبنا او بتدفعنا دفع باتجاه المعالجات التجميلية عند الأطفال، على رأسها كمية المواد والمنتجات اللي صارت متوفرة بالسوق وبتساعدنا أنه نحن نتمم هالمعالجة بكل يسر وسهولة. خلينا نحكي أو نتخصص بكلامنا عن الدنتال كاريز، كونه نحن بدنا نحكي عن الزيركونيا كراون، والزيركونيا كراون أكثر شيء بنستخدمها بحالات الدنتال كاريز، وخصوصاً الإي سي سي اللي هي الإيرلي تشايلد هود كاريز. يعد النخر السني واحد من أكثر الأمراض المعدية انتشاراً، تزداد نسبة الإصابة به وفقاً لزيادة نسبة الكربوهيدرات المكررة واللي أصبحت متاحة لسكان البلدان المتقدم والنامي على حد سواء، ويعتبر النخر السني مرض إنتاني متعدد العوامل. قديش في منا اللي بنشوف أطفال، يعني عدد منيح من الأطفال بعياداتنا، قديش بنشوف كوارث بالمشاكل النخرية والتسوسات عند الأطفال. يعني هدول الصورتين ممكن يكونوا نموذج بسيط عن اللي نحن بنشوفه فعلياً. عن جد بنشوف كتير أجريسيف كاريز بيجوا لعندنا، للأسف بيكون عندنا 20 سن اللبنيات فيهم تسوس كتير كبيرة. بالتالي نحن محتاجين إن نحن نحط تريتمنت بلان، خطة معالجة تحتوي هذا الموضوع بطريقة كتير بروفيشنال وعملية. وهي كمان عندنا نموذج على التسوسات. طيب إذا بنيجي نحن ناخدها من وجهة نظر تانية، خلينا نقول من وجهة نظر وقائية، أنا حطيت هاي الصورة لحتى أحكي عنها. من وجهة نظر وقائية، طفل إجا لعنا في عنده aggressive caries، أخذ الأسنان البوستيرير والأنتيرير والأسنان الأنتيرير الأمامية، هل منطقيا أنا أعالج الخلفي؟ طبعا أنا طفل إجا لعندي بهي الحالة، إجا الأسنان الخلفية معالجة مثل ما لنا شايفين محطوط عليها ستالس ستيل كراون والأسنان الأمامية متروكة مثل ما هي. من وجهة نظر وقائية، ونحن كتير بتعرفوا نحن بطب الأسنان قديش عم نركز على موضوع الوقاية خصوصا ريسنتلي بالسنوات الأخيرة،
وقائيا هل منطقيا انا اعالج الاسنان الخلفيه واترك الاسنان الاماميه اللي هي عباره عن مرض انتاني لسه فيها تسوسات ولسه فيها نخر؟ طبعا هذا غير مقبول ابدا من وجهه نظر وقائيه. بالتالي رح نوصل للاجابه المقنعه والطبيعيه والبديهيه yes of course we need it. فعلا نحن بحاجه للمعالجات التجميليه عند الاطفال. خلينا نفوت بصلب الموضوع اكثر ونتعمق فيه اكثر. نحن بمجالنا وبطب أسنان الأطفال علاقتنا مع المريض شوي مختلفة وفيها خصوصية غير عن بقية الاختصاصات. خلينا نقول أخصائي الزرع أو أخصائي الجراحة هو بيتعامل مباشرة مع مريضه، فالقرار محصور بينه وبين المريض. يعني حطينا خطة معالجة، حط خطة المعالجة الجراح ناقشه مع مريضه بشكل مباشر، تمت الموافقة بلشنا شغل. بالنسبة للأطفال لا، نحن في عندنا مثلث بيحكم هالعلاقة اللي هي بيني أنا كطبيبة وما بين الطفل اللي هو مريضي وما بين الأهل أو أي حدا مسؤول عن رعاية هذا الطفل. يعني ممكن يكون الأم أو الأب، ممكن يكون حدا مسؤول عن رعايته جاي معه. بالتالي هذا بيعقد لنا شوي قراراتنا بالتريتمنت بلان تبعتنا، لأنه نحن مو مستندين على رأي واحد. في عندك رأي الأم ورأي الأب، وخليني أقول لكم من خبرة العملية غالباً، يعني وخلينا نقول 90% من الحالات رأي الأم مختلف عن رأي الأب بيكون بالمعالجة. هلأ ليش ما بعرف، بس هيك عم بيصير. يعني ممكن كتير أوقات نعرض خطة المعالجة على الأب، نحن نشتغل 1 2 3 أوكي كونفيرم. الأم عندها اعتراض، لا نحن بدنا كذا، نحن نهاية. ممكن الأم كونفيرم، الأب لا عنده شوية اعتراض على المواضيع. وللأمانة معظم الاعتراضات بتصير وقت تحويل الطفل للتخدير العام، أو إنه إذا ما يستخدم له ممكن نيتروس أوكسايد أو إشي تاني. فبالتالي أنا بس الهدف منه لكم قديش الموضوع شوي معقد أكتر بطب أسنان الأطفال لناخد القرار النهائي. هذا شوي بيعمل تشالنج عن طبيب الأسنان لما بده ياخد قرار خطة معالجة لطفل. طبعا بس هذا الشيء ما رح يخلينا فعلا نحن نوقف معالجة، لا، بس نحن انه نحط ببالنا، يكون في عنا ببالنا انه نحن طريقة التعامل عنا كيف شكلها. طيب بما انه نحن انه في عنا مثلث والعلاقة بينه وما بين الطفل وما بين اهله، يا ترى الطفل شو بده؟ الاطفال شو بدهم بهدول الايام؟ نحن هلا بسنة 2021، في منكم اكيد طبعا معظمنا احنا هلا صار في عنا سوشيال ميديا، عنا انستغرام، عنا حسابات على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وصرنا نشوف قديش الاطفال لهم حصه كبيره على مواقع التواصل الاجتماعي. اذا ما كان الطفل، طبعا مو الطفل حيفتح الصفحه، بس اهله بيكونوا فاتحين له اياها، يا اما اذا مو الاهل، يعني ممكن تكون الام شخصيه مشهوره سيلبريتي او الاب شخصيه مشهوره سيلبريتي بينزل كثير صور لاطفاله. هلا هذا الشيء حلو، نحن بننبسط نشوف صور الاطفال وهيك، بس هذا الشيء كمان حط ضغط نفسي اكبر على الطفل. دائما بدها تكون صورته كثير بيرفكت، ما عاد يتقبل. هلا كثير اطفال بيجوا لعندنا ما بقى يتقبلوا. نحن زمان خلينا نقول لما بنقرا كنا بالكتب او بالمراجع، دائما كانت تنذكر جمله انه الطفل، انه كيف تتاثر نفسيه الطفل انه اثناء ذهابه للمدرسه او اثناء ذهابه للروضه الحضانه او هيك. هلا ما صفي المجتمع صغير ومحصور بالروضه وبالحضانه وبالمدرسه اللي هن عم يشوفوا الطفل ويقيموه من الناحيه الشكليه، لا، نحن هذا المجتمع عندنا توسع، فتنا مجال السوشيال ميديا اللي هو كثير واسع. يعني ممكن يتعرض لانتقادات، لتنمر، اذا كان في عنده ممكن سن متعرض لتسوس او الشكل ما له ضابط شكل اسنانه، ممكن يتعرض لانتقادات من شريحه اوسع. بالتالي هاد زاد الضغط على الناحية الشكلية للطفل وثقته بنفسه من الناحية الشكلية، وبيطلب منا انه فعلا نحن نفكر بهذا الموضوع جديا وبهذا الجانب جديا. طيب نيجي على الاهل، هاي بالنسبة للاطفال. نيجي على الاهل، what parents want، هل هن فعلا بدهم معالجات تجميلية لطفلهم؟ لما بيجي لعنا الام او الاب على العيادة ويكون في عندنا مشكلة بالأنتيريور بالأسنان الأمامية عند الطفل، هل هن فعلا بدهم معالجة تجميلية لطفلهم؟ هل هن موافقينك لما أنت بتحط هاي الخطة العلاجية لطفلهم؟ صراحة معظم الدراسات بينت أنه الآباء الأهل بيفضلوا
ما عنده مشكلة بالمعالجات التجميلية، وحتى ما عنده مشكلة لما بتخيرهم بنوعين من المعالجات التجميلية، يعني ما عنده مشكلة بهذا الموضوع. So even when that action is contrary to their initial clinical judgment. حتى في عنا هاي الدراسة الثانية بتقول however this didn't affect their overall satisfaction with these crowns. يعني هو كان عم بيختبر مدى اقتناع الأهل satisfaction with the treat with color corona restoration in primary maxillary incisor بثلاث أنواع للمعالجات. طيب بما أنه نحن بدنا تجميل الطفل صار متطلب لهذا الموضوع والأهل ما عندهم مشكلة متطلبين لهذا الموضوع، بقى خلاص نحن هون صرنا أمام أمر واقع بدنا نقتحم هالمجال ونشوف في عنا خيارات. طيب لما نيجي في عنا إجتنا حالة مثل الحالة اللي فرجيناها من شوي وشفناها مع بعضنا اللي هي تسوسات بالأسنان الأمامية، شو هي المادة المثالية الريستوراتيف ماتيريال، المادة المثالية اللي أنا بدي أعالج فيها هي الحالة وتكون فعلا هي البيرفكت أو هي البيست ذا بيست إنه أنا عملت له ذا بيست لمريضي. في عدة صفات نحن عندنا للمواد لما درسنا دينتال ماتيريال، دائما بالدينتال ماتيريال في عندنا بناخذ عدة صفات للمواد. شو هي المادة الأفضل؟ هي اللي بتكون الديورابيليتي تبعها الديمومة تبعها أفضل، ولا اللي بتحافظ لي على السن أكتر، ولا التجميلية أكتر، ولا الإيزي تكنيك أكتر إنه أنا طبقه بسرعة كونه أنا طفل ما بقدر أتحكم فيه كتير ووقتي معه ضيق، ولا شو بالضبط؟ طيب خلينا نقول إذا ما يختار المادة اللي هي الأكثر ديمومة، ممكن حدا يعطيني جواب معين إذا بدي إيش اختار الأكثر جمالية يطلع معي جواب مختلف، إذا بدي جاوب على the most easy technique كمان يطلع معي جواب ثالث. بالتالي أنا على كل واحد من هدول الأسئلة ممكن يطلع معي جواب مختلف. طب شو الحل؟ الحل نيجي ناخد فكرة كاملة وشاملة وعامة عن المواد اللي نحن مطروحة عنا ضمن هذا المجال. بلشت هاي المواد بالكومبوزيت وبالجي اي سي، صراحة من قبل الكومبوزيت بالجي اي سي وبالكومبوزيت وبالمواد الترميمية، بعدين انطرح عنا البولي كربونات وسلويد كراون لحد ما وصلنا لعند الزيركونيا كراون بطب أسنان الأطفال. مثل ما قلنا ريستوريتيف ماتيريال كان في عنا الجلاس أنيمر سيمنت وفي عنا عدة أنواع من الجلاس أنيمر، هلأ ما حشرح فيهم كتير لأنه مجرد أنا رح أعرض لكم ياهن عرض سريع بس لحتى نذكرهم مع بعضنا. الكومبوزيت ريزين، الكومبومير، طلع الكومبومير الملون لحتى نجذب كمان انتباه الأطفال. بعدين في عنا طلع عدة أنواع أخرى يعني كانت مدعمة بالفايبر، وعنا الجيومير كمان، الجيومير اللي هو اللي بيطلق الفلورايد. هاي حالة معالجين الأسنان الأمامية الأنتيريور تيث بالكومبوزيت فيلينج. هاي الحالة معالجة بالستريب كراون. هلأ ليش عالجنا هو بالستريب كراون؟ ليش ما اتجهت للزيركونيا كراون؟ مثل ما قلت أنا لما بطرح خطة المعالجة على الأهل وعلى الطفل بدي أخذ موافقة الطرفين. هون بهي الحالة الأهل ما وافقوا ما قبلوا باقتراح الزيركونيا كراون، وأنا صراحة كانت لو فينا نلاحظ يعني النسج السنية المتبقية من الأسنان الأمامية كافية بحيث أنه أنا أطبق عليها سيلويد كراون وممكن أنها تثبت معي وتعطيني. بس طبعاً أنا كمان بنحط الأهل بهم بالصورة مدى الديمومة اللي ممكن تكون فيها، ممكن المشاكل اللي تصير عنا الديس أدفانتج تبع الستريب كراون، بنحطهم كلهم بصورة قدامهم وبعدها بنشتغل الحالة. فهو كان ناجحة معانا ومنا له يعني كانت كل فترة وفترة تيجي لعنا فول أب وأموره تمام وممتازة. هاي البولي كربونات كراونز، وفي عنا سيريك كراونز أو أول سيراميك كراونز. صراحة أنا اشتغلت أوني، شايفين هون كاتبت لكم أنا اشتغلت منها فقط خمس حالات هاي الطريقة اللي هي عبر من جهاز السيريك كراون يعني التصنيع المخبري. فهي الطريقة بتطلب إن إحنا نأخذ طبعات للطفل، نأخذ له قياسات نظامي يعني نمشي بالبروسيس النظامي نفس كأنه إحنا عم نشتغل لأدلت، نأخذ قياسات ونأخذ عضة ونسجل البايت وبعدين بيجوا لعنا الأسنان.
هلا ليش انا اشتغلت فيها بس 5 حالات؟ اولا للبروسيس الطويل تبعه، فيه شغل كتير، يعني حيجي الطفل عندنا كذا مرة، الأهل كتير بيتضايقوا من المواعيد الطويلة، رح تلاحظوا هذا الشيء، والطفل بيتضايق من المواعيد الكتيرة والطويلة، فنحن بنحاول نخلص أكبر قدر ممكن من المعالجات بأقل عدد ممكن من الزيارات عند الأطفال. فهلأ بهي الحالة لا، نحن مضطرين نجيبه وناخده كتير للطفل. الشغلة التانية طبعا الشفافية تبع الكراونات كانت عالية، وأنا ما بدنا يعني نحن بالأطفال ما لنا بحاجة لها الشفافية العالية صراحة، وهالتجميل العالي، يعني هي كانت قريبة للفينير عند الأدلت، فنحن ماني بحاجة الهاي كواليتي من الستاتيك بالأطفال. طبعا طريقة الإلصاق اللي هي الطريقة العادية التقليدية، وهيك كانت عندنا الحالة بالنهاية. طيب معناها نحن عندنا المواد متنوعة وكثيرة، ما عندها وين المشكلة مثل ما قلنا، أو مو المشكلة، المربط الفرس خلينا نقول، والفكرة الأساسية إنه نحن نقدر ننقي المادة المناسبة للحالة المناسبة. To choose the right case. فهذا الشيء ما هو سهل، يمكن هلا ما نقدر نلخص النقاط، بس لنخلص المحاضره كلها حنطلع انا وانتم اكيد رح نوصل، يعني انتم معي وانتم عم تحضروا المحاضره حتوصلوا بذهنكم اي فعلا معناتها هي الحاله بدها كذا، وهي الحاله بدها كذا، وهي الحاله هيك رح تشتغل. هلا رح نحكي عن the story of zirconia crown. زيركونيا كراون تم تقديمه كحل تجميلي بطب أسنان الأطفال، فول كافيرج، تغطي السن بشكل كامل، واللي كان بديل لإله من قبله هو الستالس ستيل كراون، من بعدها إجت الزيركونيا كراون. زيركونيا كراون was developed by دكتور جون هانسن and جيفري فيشر بسنة 2010. هاي دكتور فيشر. شو هي الفكرة تبع زيركونيا كراون؟ Concept of perform zirconia crown in pediatric dentistry. Single setting, general anesthesia. معظم استخدام الزيركونيا كراون هو بعمليات التخدير العام، لما بيعملوا الفول ريهابيليتيشن، إعادة التهيئة الفموية الكاملة للطفل ضمن عملية التخدير العام اللي هي بتكون مدتها ساعة أو ساعة ونص، فبنستخدم فيها زيركونيا كراون. No need for impression، مثل ما قلت لكم هي ما بتحتاج مثل الطرق الثانية اللي عبر المخبر لأخذ طبعات وقياسات وعضة. Autoclavable، نحن فينا كمان إنه نحن نعقمه. وسماكة الكراون اللي هلأ رح نتعرف شو بتأثر معنا وكيف بتأثر لنا بالتحضير. هلأ هي حكينا بشكل عام عن قصة الزيركونيا كراون. وين زيركونيا كراون؟ جهدني أنا بصراحة أول مرة بشفت تيجان زيركونيا كراون كانت بمؤتمر بسنغافورة بسنة 2014. كنت مارقة معي بشكل نظري، يعني أثناء اختصاص، لأن كنت هون لساتني عم بختص بجامعة دمشق، فكانت مارقة معي بشكل نظري، يعني ما كنت شايفتها صراحة ولا مشتغلة فيها لسه. فكانت أول مرة بشوفه بهذا المؤتمر، وكان في كورس كامل صراحة عنا، فهي أول طريقي بالزيركونيا كراون. وأول حالة اشتغلتها كشغل بالعيادة كانت بسنة 2015 هون بدولة الإمارات. طبعا هون أول حالة رح تلاحظوا إن هي تصوير موبايل، فمعنا تصوير كتير بروفيشنال. هي كانت أول حالة، ومن بعدها بلشت أشتغل عدة حالات لحتى الواحد يوصل. ما في، لأنه ما بنقدر نوصل للبرفكشن أو للتطبيق المثالي لهي المواد من حالة وحالتين، بدنا نشتغل عدد حالات، نعرف البرنسبلز، نعرف الأساسيات نمشي عليها، ونشتغل عدد حالات كتير، practice and practice and practice، لحتى توصل لنتيجة أو لمرحلة تكون راضي عن شغلك وعن أدائك. وبصراحة أنا برأيي الشخص الواحد ما لازم يوصل لمرحلة الرضا، لأنه بس وصلت لمرحلة الرضا خلص أنت بتحس حالك تربعت على عرش الموضوع، فإنه ممكن تبلش تراجع. لا، ما بدنا نوصل لمرحلة الرضا، نضل دائما نطور بحالنا وبأدواتنا وبالتقنيات بالتكنيكس اللي بنشتغل فيهم. هلأ ليش أنا حطيت هاي مؤتمر إيدك 2020؟ لأنه هيكون بهذا المؤتمر قابل دكتور فيشر بشكل شخصي، وقدرت بشكل شخصي
اسمع منه كيف بلشت عنده الفكرة وكيف طلع بالموضوع وكيف اشتغل عليه لحتى وصل للزيركونيا كراون بشكله المتواجد عندنا حاليا ونحن اللي بنشتغل فيه. فحسيت كثير كانت فرصة حلوة انه انا اتعلم منه بشكل شخصي. وآخر مرة كانوا بمارس 2021 من شهر ونص تقريبا، كمان كانوا هون بدبي. نيجي بقى على scientific evidence. كتير بعترضنا هذا السؤال بصراحة عن طريق السوشيال ميديا، بعترضني أنا أكثر شيء لما بعرض حالات على الفيسبوك أو على الانستغرام كتير بيجيني أسئلة من أطباء الأسنان العامين زملائنا بالمجال، إنه هل هي مدعمة بالدراسات؟ هل في دراسات فعلا بتقول إنه هي صالحة إنه نستخدمها عند الأطفال؟ في ناس حتى ما بتعرف إنه هي ممكن تستخدم عند الأطفال. ف ايه في عندنا كتير دراسات، اذا بنفوت على البوب ميت او الجوجل سكولر وندور على زيركونيا كراون عند الاطفال، في عندنا كتير دراسات بتحكي عن زيركونيا كراون، عن صفاتها، طريقه استخدامها، التكنيك. في عندنا كتير مجال واسع انه نحن نقرا بعده شغلات. طيب ليش الزيركونيا كراون افضل من الحشوات التجميليه ريستوريشن من الكومبوزيت من الجي اي سي؟ أولاً الجمالية تبعه رح نلاحظ هلأ من خلال الصور، وحطيت لكم كم فيديو لحتى نشوف كيف الجمالية تبعه مختلفة تماماً عن الترميمات الكومبوزيت أو الجي آي سي. فعلاً تعطينا جمالية من نوع معين أفضل بكتير، يعني كرضانا نحن عنا أفضل بكتير من رضانا عن الترميمات. الديورابل اللي هي الديمومة تبعه بسبب المتانة تبعت التيجان، طبعا أكيد متانة التيجان أفضل بكتير من متانة المواد الترميمية. وعدم التلون، إنه ما بتتلون، ما بتنكسر بسهولة، كل هاي الصفات. طب إذا فينا إذا بنجي نحكي عن الأدفانتج والديس أدفانتج بالنسبة للمميزات، استاتيك إن أديشن تو سترينث اللي هي مثل ما حكيت من شوي، الجمالية والمتانة طبعاً، البايو كومباتيبلتي اللي هي التقبل الحيوي من الجسم لهي التيجان، هي متقبلة حيوياً. تشير تايم ديكريز اللي هي شغلها يعني وقت الشغل تبعها على الكرسي أسرع. هلأ هي بتأثر، هي أسرع وما أسرع، هلأ رح نشوف ليش ما أسرع بشغلات تانية. هي بس هي بتأثر الوقت عندنا على الشغل على كرسي الأسنان، وما أنا بحاجة لإمبريشن للطفل، لأنه حنا نعرف قديش الإمبريشن هي عند الأدلت مشكلة، فما بالكم عند الأطفال. الديس أدفانتج، نحن في عندنا شغلة نحن متعودين دايما بكل مراحلنا وبطب الأسنان، إنه إحنا لما نعمل تتويج للسن نحن بنحضر السن ضمن تكنيك معين، ضمن برينسيبلز معينة، ناخد الطبعة، المخبري بيعمل لنا شيء مناسب لتحضيرنا. هون العملية معكوسة، أنا بدي أحضر تبعا للتاج اللي موجود عندي، فبالتالي هي فعلا هي ممكن تعتبر ديز أدفانتج، وممكن يلاقي فيها الطبيب صعوبة ببداية شغله بالزيركونيا كراون، إنه أنا بدي ضبط السن حسب يعني ضبط التحضير تبع السن حسب السن اللي أصلاً موجود عندي. فبتلاقي حالك كل شوي أنت ماسك ببداية الشغل، عم أقول يعني ببداية تعلمنا، وهذا الشيء ما هو غلط، كنا بلشنا نبلش من حالة وحالتين ونتعلم كل حالة بعد حالة لحتى نوصل لشيء يرضينا مثل ما قلت، أو لشيء نكون يعني اسمين راضين عن حالنا ونبلش نطور بحالنا. كل شوي بنمسك الفيت كراون اللي هي الكراونات تبع التجربة، كل شوي بنمسك بنجرب، لا لسه بدي شوي انا زياده من هون، في شوي بدي لسه زياده من هون. فهي العمليه المعكوسه ممكن تعملينا شوي خربطه ببدايه تعلمنا بشغل الزيركونيا كراون. المشكله الثانيه المحطوطه هون بالديس ادفانتج صراحه هي المشكله الحقيقيه بالزيركونيا كراون، واللي هي النزف وعدم القدرة على السيطرة على النزف واللعاب أثناء التحضير والإلصاق وكل مراحل الشغل بالأسنان. عملية نحن لقلكم ليش هي مشكلة، عملية نحن عم نشتغل على أسنان أمامية. الأسنان الأمامية مثل ما فرجتكم من شوية صور، معظم الحالات نحن بتيجينا بيكون التسوس أو النخر واصل لمرحلة إنه هو خلص نحن affected the bulb، يعني أنا بدي أشتغل root canal. فنتخيل انه احنا نشتغل روت كانال عند طفل مع تحضير preparation.
التحضير رح يكون سب جينجيفال تحت اللثة، بالتالي أنا في عندي هيمورهيج، عندي نزف رح يكون، عندي سلايفا. مو دائما الحاجز المطاطي نحن بنقدر نطبقه بهي الحالات، مو دائما نحن قادرين نطبقه بطريقة فعلا افكتيف وفعلا انه يسيطر لي على موضوع السلايفا. فبصراحة انا بقول لكم فعلا هي بدها تدريب اكثر ما انه احنا عم ندرب على التكنيك، نتدرب نقدر نسيطر على النزف والسلايفا اثناء تحضير تيجان الزركونيا كراون، لانها كثير بتاثر بعدين بعمليه الالصاق والسيمنتيشن لحتى يثبت عندي السنه. ما يجيني المريض بعد جلسه او جلستين او بعد يعني بعد تركيبهم بنهار او نهارين نواعين، ممكن تصير وصارت معي، يعني مو انه ما صارت، لا صارت معي كذا مره لحتى وصلت فعلا لتكنيك معين وانا قدر انه انا خلص اقول انا ألصقت وخلص هذا المريض ما حيرجع لي، خلص انه اوكي الامور تمام واتسدن. يعني الكوست التكلفه العاليه للزيركونيا كراون مقارنه بالترميمات التجميليه الثانيه اللي هي جي اي سي او الكومبوزيت او حتى مع السيلويد كراون، يعني تقريبا سعر الزيركونيا كراون اللي هو في عندنا عده براندز بس تقريبا خلينا نقول 3 ل 4 اضعاف سعر السيلويد كراون. والليرنينج كورسز اوتسايد صراحه هلا هلا اخر سنتين ما بقى هي كثير مشكله، بس هي قبل كانت مشكله حقيقيه، ما كان في عندنا كورسات هون بالوطن العربي خلينا نقول كثير متوفره للزركونيا كراون. يعني الواحد بده يتعلم زركونيا يا اما بده كان بده يسافر على بلد ثاني لحتى يتعلم الموضوع، يا اما بده يضطر ياخذ شيء اونلاين، ومش دائما الاونلاين بتحسوا انه بيلبي نحن متطلباتنا، متعودين نشتغل بايدنا، متعودين نحن نتعلم بايدنا ونشتغل لحتى نتقن الموضوع. فهي كانت الادفانتج والديس ادفانتج. نيجي هلا بقى للانديكيشن. الانديكيشن هو ستاتيك، نحن بدنا الشيء نحصل على نتيجه جماليه عند الطفل افتر بلب ثيرابي، مثل ما قلت لكم معظم الحالات بكون فيها البلب افكتد، نحن نعمل روت كانال كامله. الفراكتشر تيث لما بكون في عندنا اسنان مكسوره نتيجه رد نتيجه تروم، فكتير نحن انديكيشن الزركونيا كراون. ممكن يكون حساسيه المريض للستالس ستيل كراون، هون عم نحكي عن البوستيريور، صار في عنده حساسيه للستالس ستيل كراون. وهون احنا عم نقول انه مينيموم بده يكون في عندنا 2 ملم سوبرا جينجيفال هيلثي توث ستراكشر لحتى نقدر نحن نركب الزيركون كراون ويثبت معنا. كونترا انديكيشن لكراودد دنتيشن، لما يكون في عندنا كراودد ازدحام بالاسنان، سب جينجيفال سوفت كاريز لما يكون في عندنا تسوسات سب جينجيفال، if the specimen tenure or orthodontic appliance requires soldering to be done on crown. شيد اوف زيركونيا كراون. طيب بما انه احنا يا دكتور عم نحكي تجميل، عم نحكي بكراون، عم نحكي بزيركونيا كراون، هل بما انه هي بري فابريكيتد كيف انا بدي نقي اللون؟ هل في عندنا الشيد معين لتنقية الألوان؟ طبعا نتيجة تحدي الدراسات اتفقوا انه هو الـ A1، معظم الشركات اللي برانس اللي بتعمل الزيركونيا كراون بتعملها A1. في عنا نيو سمايل فقط عندهم لونين، عندهم two shades، فممكن تنقوا من بيناتهم. وبصراحة الـ A1 هو اللي يعني حتى انا وقت مرة تواصلت معهم قالوا لي الـ A1 هو اللي مستهلك أكثر عنه، مطلوب أكثر فعلا من اللون الثاني، لأنه الثاني بيجي أغمق شوي. نحن نعرف أصلا ميناء الأسنان المؤقتة هو أفتح من ميناء الأسنان الدائمة، دائما نحن بنلاحظ الأطفال أسنانهم يعني فاتحة نوعا ما. هلأ نجي للبرانس، شو هي الأنواع المتوفرة عنده من الزركونيا كراون؟ بداية رح أحكي عن السبريك كراون، الإيزي بيدو كراون، لأنه هي لدكتور فيشر، لأن اللي هو أصلاً طلع بموضوع الزركونيا كراون كانت إي زد بيتو، بعدين ضافوا له السبريغ. هلأ الفرق بين البراندات المتوفرة بالزركونيا كراون، كل واحدة منها وفي إلى شوية مميزات، أنا رح أذكر المميزات اللي بتميز كل براند من هدول بشكل سريع. هون بالسبريك لاحظوا بالأسنان بالبوستيريور في كاتبين هون احنا السبيس لوس بالبوستيريور، معمولة الجدران الملاصقة للتيجان بطريقة بأنه هي أبداً ما تضيع لي مسافات بالأسنان المؤقتة، ف
فهذا الشيء كتير كويس ويعتبر ميزة. والميزة اللي كتير هن بيحكوا فيها كمان وفعلا هي ميزة عندهم، اللي هو الزر لوك بسبريج كراون. بنلاحظ إذا مسكنا التاج تبع الأسنان من جوا محزز أو محلزن خلينا نقول، فهذا بيعطيني تثبيت ميكانيكي إضافة للتثبيت الكيميائي اللي هو السيمنتيشن تبع الكراون، بيعطي تثبيت ميكانيكي. وهي صراحة فعلا هي ميزة بها بهي الكراونات. البراند الثانية اللي هي نيو سمايل زيركونيا كراون. النيو سمايل كمان موجودة هلأ، خلينا كنسبة انتشار هي أكثر على مستوى العالم من تشتري النيو سمايل، لأنه سهولة الحصول عليها بمعظم دول العالم سهلة. أنا هون صراحة بالإمارات يعني معظم الحالات اللي أنا اشتغلتها هي نيو سمايل زيركونيا كراون، لأنها متوفرة بسهولة. وفي منا أمامي، في منا خلفي، بوستيرير أنتيرور، في للكناين، في عنا هدول اللي لون الزهر، اللون البنك هو للتراي اللي هي التجريبي، نحن فينا نجرب بهدول التجريبيات قبل ما نستخدم السن الأساسي. ومثل ما قلت نحن فينا نحطهم نعقمهم، يعني هدول تبعون التجربة بيتعقموا، حتى ممكن نجيبوا كت كامل تراين. لاحظوا في عنا كتات كاملة ممكن تكون تراين، موقعات الكت نفسه بيكون في عندكم بكل قياس بجوا الكت، في عنا التراين وفي عنا السن الأساسي. هي شكل الكت من جوا، لاحظوا بيجي عندنا هيك مثل ما قلت لكم، بتيجي التراي ام مع الاسنان. الثالثه اللي هي الكتس اي دنتال، هي صراحه منشاه دكتور طبيب من الهند، ومنشاه وموجوده، هي النوع، هي البراند الوحيده اللي موجودة في جنوب شرق آسيا، البراند الوحيدة يعني. النيو سمايل بظن ما أنا متوفرة بكثرة هناك، والإيزد سبريغ ما أنا متوفرة بهذيك المنطقة، فهي الكراون الوحيدة المتوفرة بجنوب شرق آسيا. كمان في منا أمامي، في منا للكناين، وفي منا خلفي. وكمان فيها ميزة، لاحظوا فيها عدة ميزات بتميزها، يعني نحن في عندنا كل واحدة من البراندات بميزة شيء. هلا ستقلكم السبريج مثلا، إذا بدنا نقارن السبريج كراون مع النيو سمايل، السبريج مور استاتيك، مور ريليبل، تعطيك حقيقية أكثر، واقعية أكثر من النيو سمايل. فهذا بصراحة هي ميزة ملاحظة فورا، يعني أي حدا بتشوف كت سبريك، بتشوف كت نيو سمايل، بتشوف سبريك الجمالية أكثر. والنوع الرابع عندنا كندر كراون. كندر كراون ألمانية، على حد علمي هي متوفرة فقط في ألمانيا وبأوروبا فقط، يعني إذا حدا بده يطلبها من عندهم بده يتم الطلب عن طريق الإنترنت وشحن ودي اتش ال وهيك قصص يعني. هلا نيجي الجزء الاكثر امتاعا من هاي المحاضره، واللي معظم اللي قاعدين عم يحضروا المحاضره من اولها عم يستنوه، وهو التكنيك كيف نشتغله. اوكي، عرفنا شو هي الزيركونيا كراون، عرفنا شو هن البراندات الموجوده، كيف نشتغلها، كيف نطبقها عند الاطفال. خلينا نشوف هذا الفيديو. هلا بدنا نعرف شغله كثير مهمه، اذا نحن بدنا نيجي نقارن ما بين الزيركونيا كراون وما بين الستانلس ستيل كراون، كونه نحن كاطباء اصلا اطفال متعودين على الستانلس ستيل وتحضير الستانلس ستيل، فشو الفرق ما بين الستانلس ستيل وما بين الزيركونيا كراون؟ الفرق بيناتهم انه الستانلس ستيل فليكسيبل، زيركونيا كراون ريجيد. Can be crimped and controlled and contoured. هون limited modification. كتير على فكرة صعب إنه إحنا نعدل بالزركونيا كراون، يكاد يكون مستحيل مشان نكون واقعيين. Actually
اتس امبوسيبل انه نحن نعدل على الزركونيا كراون. لهيك قلت لكم من شوي ان نحن بنظبط السن على اساس تحضير السن، على اساس السن اللي اصلا بري فابريكيتد وموجود عندي، لانه انا صعب كثير انه انا اظبط بهذا السن لحتى فيت اون ذا اون ماي بريبريشن. اكتف فيت، ذس از باسيف فيت، كان بي بوشت ان هول تكنيك، ذس فراكشر اف اكتف، بيشنت بايتس ديورينج سيمنتيشن، hold the crown and your finger pressure during cementation. نحن ما فينا نقول للمريض عاد على السن لحتى نعمل الادابتيشن للكراون بطريقه كثير منيحه اثناء السيمنتيشن، على عكس انه نحن كثير بنطبق هي التقنيه او هذا الاسلوب وقت اللي بنستخدم الستالس ستيل كراون لحتى نحصل على ادابتيشن حلو للكراون مع السن. هذا الشيء نحن ما فينا نطبقه بالزيركونيا كراون. في عنا important note، نفس الحكاية من شوية بنرجع نعيدها لنضل نأكد عليها، لأنه طول ما نحن عم نشتغل زركونيا كراون بنحط هاي النوت ببالنا وضمن تفكيرنا. For stall crown is modified and adapt to fit the prep. For zirconia crown the prep must be modified to fit the crown. طبعا انا حاطت لكم عده دراسات عن موضوع البريبريشن، ممكن تلاقوها على PubMed مثل ما قلنا او على اي منصه طبيه. يعني بتحكي كثير عن طرق، بقارنوا بين طرق التحضير للزركونيا اكرام. طيب انا هلا حاقول لكم شغله بالنسبه لطرق التحضير والتكنيك. صحي الجزء الاكثر امتاعا وهي الشيء اللي بحمس، بس اللي رح تتفاجئوا فيه بطرق تحضير الزركونيا كراون في برينسيبلز عامه، في يعني شيء عام للتحضير. لما بنيجي على كل براند، ليش انا اتقصدت انه انا اذكر البراندات الموجوده، كل براند من هاي البراندات بيعطوكم هن الانستركشن اللي تمشوا عليها بتحضير السن لهاد الكراون. وانا شخصيا بنصحكم ما تتبعوا البرنسبلز العامة، لا نتبع كل براند. يعني هون النيو سمايل حاطة شو هي طرق التحضير تبعتها أو طريقة التحضير بالأرقام، إنه نحن نشيل 2 ملي متر ولا 1.5 ملي متر. سبريج حاطة طرق خاصة فيها كمان، وحتى السبريج الإيزد كراون عاملين كت للتحضير ومحددين لك إنه هاي البيرز تشتغل فيها هذا المكان وبس، هي البيرز تشتغل فيه هذا المكان وبس. ليش قلت انا بنصحكم نمشي بهذا؟ لانه مثل ما قلنا قبل شوي، كل وحده من هدول الكراونات او كل وحده من هدول البراندات عامله تصميم معين للكراون تبعه وعامله فيه مميزات معينه، بالتالي التحضير لما انا بحضر السن لحتى احط عليه نيو سماي مختلف تماما عن تحضيري اذا بدي احط عليه ايزد. الايزد كراون ارق رقيقة، فبالتالي أنا ما مضطر أشيل كثير من السن، على عكس النيو سماي اللي هي الثيكنس تبعه أعلى من الإيزد، بالتالي أنا مضطر أشيل أكثر. وطبعا هذا الشيء أكيد موجود مع الإي كراون ومع الكندر كراون. لهيك أنا بنصحكم فعلا نحن نتقيد، أكيد في برنسبلز عامة نكون حاطينها نحن ببالنا، بس بنصحكم نتقيد فعلا بالإنستركشن تبع كل براند من البراندات. ومعظم الاحيان صراحه خلينا نكون صريحين، اللي هن اكثر شيء متداولين اللي هن السبريج كراون والنيو سمايل. قلت لكم بالنسبه لمنطقه يعني قاره اسيا في عندنا الاي كراون. البرنسبلز تبعهم فيكم تحفظوهم، انه انا لما بدي اشتغل النيو سمايل هالقد بدي اشيل، لما بدي اشتغل سبريج هالقد بدي اشيل، لحتى ما يصير عندنا مشاكل وقت السمنتيشن. بشكل عام شو هن البيرز اللي بنستخدمهم للبريبريشن؟ في عنا الويل اللي هي لتخفيض السطح الاطباقي، وفي عنا الشامفر للتحضير لاول مرء التحضير عنا، بعدين في عنا التبر او النيدل اللي هي من بعد ما نحضر اول تحضير ننزل فيها سب جنجيبل. اول تحضير نحن بنحضر على مستوى اللثه، التحضير الثاني بننزل سب جنجيبل، ممكن نستخدم الفليم شيب لحتى نحضر اللينجوال او البلاتل اللي هو اللساني او الحنكي بالعربي. هاي البرنسبلز العامه حبيت اعرض لكم اياها بحيث حدا حابب انه يعرف شو هي البرنسبلز العامه. الستيب الاولى انه نحن ناخذ قياس السن.
قياس السن لاحظوا بيتاخذ من العرض تبع السن، ناخذ قياس السن لحتى نشوف. في عندنا عده قياسات من 1 لـ 5، طبعا حتى طريقه القياسات وطريقه الترقيم بكل براند مختلفه عن الثاني، فانت اول ما تشتري الكيت تطلع على البروشور بتعرف شو طريقه الترقيم، طريقه الاخذ القياس لهذا البراند. بعدين الستيب رقم 2 ان احنا نخفض من السطح الطاحن من 1.5 لـ 2 ملي. بعدين الستيب نمبر 3 انه نحن ناخذ بالشامفر مثل ما قلت لكم، هي التحضير اللي هو اول مره. بعدين الريموف ذا شامفر، يعني احنا اول مره حضرنا الشامفر، المره الثانيه احنا عم ننزله لانه عم ننزل سبشنجبل ونشيل الشامفر اللي احنا عملناه. بعدين بتكون في عندنا خطوه السمنتيشن. طيب How to control hemorrhage؟ اللي أنا قلت لكم من شوي إنه إحنا في عنا مشكلة أساسية بالزركونيا كراون اللي هي النزف. كيف نحن بدنا نسيطر على النزف؟ صراحة بنسيطر على النزف عن طريق عدة شغلات ممكن نحن نعملها. تيبس إنه نحن نعطي التخدير بالحليمات ما بين الأسنان لحتى ويكون فيها مقبض، يكون المخدر بيحتوي على مقبض. لحتى نقلل من عملية النزف ممكن نستخدم الهيدروجين بيروكسيد، ممكن نستخدم أي نوع من أنواع المقبضات، ممكن نستخدم الريتراكشن كورد بس صعب شوي استخدامه عند الأطفال، بده كتير خبرة وممارسة لحتى نتقنه عند الطفل. ممكن نستخدم التراكشن بيست، وصراحة أنا شخصيا أكثر شيء بستخدمه من هدول التكنيكات إنه أنا بخدر بالحليمات واستخدم الريتراكشن بيست. الريتراكشن بيست اللي هو المعجون اللي بيبعد وبيعطيك تبعيد، بيعطيك رؤية أفضل وأنت عم تشتغل، وفعلا بيعمل وقف للنزف. هلا ممكن تسألوني شو النوع اللي نحن نستخدمه؟ في كتير أنواع، في كتير يعني شركات بتوفره، فأي نوع يعني ما أنا قضية. هلا شركة سبرينج طرحت شيء اسمه الهيمي آر إكس اللي هي القطن المرقى، يعني قطن مرقى للنزف فيك تستخدمه أثناء عملية التحضير وخصوصا قبل السيمنتيشن. السيمنتيشن كمان السيمنتيشن في عنا عدة مواد مستخدمة بالسيمنتيشن. هلا أكثر شيء متعارف عليه هو الجي آي سي، الجي آي سي أو الآر إم جي آي، أو في عنا شركة نيوس مهم طرحت البيوسيم. البيوسيم هو كمان للالصاق. مع النيو سمايل انا دائما بستخدم البيوسيم لانه هن اصلا من نفس الشركه. مثل ما قلت لكم انا مفضل بكل شركه فعلا اتبع الانستركشن تبعهم، المواد تبعهم وكل شيء هن موفرينه مع الكت تبعهم لحتى احصل على النتيجه المثاليه اللي بدي اياها. هون حفرجيكم فيديو لاسمنتيشن تركيب. لاحظوا ان احنا بنضغط الصندوق بيطلع لنا زائد من الماده، بنصلب بس ثانيه واحده او ثانيتين بتكون لسه الماده طريه، بنشيل بننظفها بنشيل كل الزوائد ومن بعدها بنصلب بشكل كامل. ما بنصلب بشكل كامل فورا خطا مو هذا، لان اذا صلبنا بشكل كامل فورا هي المواد رح يصير ازالتها كثير صعبه وتضطر ترجع تستخدم البيرس مره ثانيه وهون حيتضايق الطفل. خليك فاتح سعيد، خليك فاتح. تمام، فهي هي هون حأعرض لكم شوي من الحالات. لاحظوا هون في عنا التسوس كان كثير كبير عند هذا الطفل، مع هيك الحمد لله قدرنا انه احنا نعمل له معالجة عصب كاملة في الروت كانال. هون بهي الحالة استخدمنا بوست اند كور. شو هو الأوتاد اللي استخدمناها؟ جلاس اينومر. أوتاد جلاس اينومر ما احنا جاهزين، لا نحن يعني نحن بطريقة شغلنا بنعمل أوتاد جلاس اينومر لحتى نثبت عليها الأسنان، وكانت نتيجة الحمد لله كتير حلوة. هون الفراكتشر عندنا توث فراكتشر مع كاريز كمان قدرنا أنه نحن نشتغلون. هون عندنا فقط كاريز كان. هلأ بهي الحالة كان في عندنا أبسس عند هاي الطفل، إذا نشوف هون فوق واضح كان الأبسس لأنه هاي صورة بعد المعالجة فورا، فعملنا معالجة عصب روت كانال للسن اللي فيه أبسس وعملنا تتويج للسنين. هلأ السن الثاني معمول فيه بلبوتومي، بس بلبوتومي لأنه نتيجة أنه الزركونيا كتير على الأشعة وما مبين تحته شو هي أنه معمول بلبوتومي. ممكن حدا مثلا يفكر أنه لا نحن حطيناه هيك بس حضرنا وحطينا، لا معمول بلبوتومي للسن. هلا هاي الحلقة أنا كثير بحبها، من أجمل الحالات اللي اشتغلتهم لأن حسيت كثير فيها هيك تشالنج وتحدي وحبيتها. هذا السن جيمينيشن في سن توأمي.
كمان عملنا له، كان فيه أبسس، عملنا له روت كنال وحطينا الأسنان، وضليت تقريبا سنتين تعبى على هاي الحالة، والحمد لله كانت نتائجه كثير كويسة. طبعا بعد سنتين بلش يبدل الأسنان الطفل وهيك. هون في عنا كمان حالة كريس تسوسات، كمان بهي الحالة عملنا روت كنال. هون في عنا سنة، هلا هاي الحالة ليش حطيتها؟ لأنه حلو إذا بدكم تبلشوا شغل بالزركونيا كراون. طبعا أنا كثير بشجعكم لهذا الموضوع إنه نبلش شغل، بس نكون كثير حريصين بانتقاء الحالات. ممكن نحن إذا بدنا نبلش شغل بالزركونيا كراون إن الحالات القريبة من هاي الحالة اللي هي سنين بس إنه أنا بدي أشتغل، أو حتى لو ما كان بس سنين عندكم الأربع الفور أنتيريور، بلشوا بسنين وبعدين بالجلسة بعدها ممكن تبلش بسنين تانيات اللاترال، يعني ممكن بلش بالسنترال بعدين الشغل اللاترال. ليش؟ لحتى تاخد ايدنا على الشغل ونقدر ان احنا نشتغل بوقت قصير وما نقعد الطفل فتره طويله على كرسي الاسنان لبين ما نوصل لمرحله ان احنا عم نخلص الفور انتيرير بجلسه واحده. هاي حبيت فرجيكم اياها كفيديو عشان تشوفوا كيف هن على هي بعد ما خلصنا مباشره، يعني كيف بيكون الجماليه تبعهم وكيف هي فعلا اجمل من انه نستخدم ال الكومبوزيت او الجي اي سي. هلا ليش نحكي عن دنتال فوتوغرافي؟ لانه بما انه نحن عم نحكي عن تجميل وعم نحكي عن استاتيك، اجباري لازم نجيب سيره الفوتوغرافي. هلا انا اول ما بلشت اشتغل حالات كنت اشتغله كنت صورهم بالموبايل، بعدين قلت لا لازم شوي اطور مهاراتي. مثل ما بشوف كثير صور للهوليوود سمايل عند الكبار الادلتس وهيك، خلينا كمان نصور الزركونيا كراون عند الاطفال بطريقه كثير بروفيشنال وحلوه. اولا لكثير اسباب، يعني مو بس هي اسباب للماركتينج، اول سبب دفعني صراحه لهذا الموضوع انه انا اقنع الاهل عندي بالعياده انه انا اشتغل لهم زركونيا كراون لطفلهم، لانه فورا بس تقول لهم فورا هن بيسالوا طب كيف حيكون شكله؟ كيف حيطلع بعد ما نحطه؟ بلكي ما عجبنا بعد ما حطينا. وصور كثير بتساعدنا بهذا الموضوع، نحن عم نفرجيهم هي حالات قبل وبعد، هيك بيكون هيك بصير، مشان من الاول يكونوا هن بالصوره كيف حتطلع هي الحاله، ومن الاول لما بيعطوك الكونفيرم ما يعملوا لك مشكله من بعد ما تلصق الاسنان، يعني مو بعد ما خلصنا السمنتيشن والصقنا انه لا نحن مو هي النتيجه متوقعينها، لا انا فرجيتكم كل شيء، اعطيناكم حطيناكم بالصوره وكل الامور واضحه. شو هي الدواعي اللي نحن نتعلم الفوتوغرافي بطريقه كثير حلوه ونصير نصور الحالات اللي بتيجي عندنا للدوكيومنتيشن بيفور اند افتر فوتوز للمريض فور بيشن، ممكن تعطيه اياها كهديه بعد ما يخلص من عندك المعالجه، للببليكيشن، للكونفرنسز اند ليكتشرز تستخدمون، للماركتينج اند براندينج اون سوشيال ميديا. Type of photos in clinic فينا ناخذ الانتراورال، كلوز اب، ارت كلوز اب، لابوراتوري بورتريت، وهلا هي انا عم كثير عم بحب اتفرج على هاي النوعيه من الصور اللي هي البولاريزيشن كروس بولاريزيشن كثير حلوه وبنحبها نحن كاطباء اسنان نشوف كيف تباين الانسجه السنيه. هي اول كاميرا جبتها بروفيشنال دي اس ال ار. ثاني نهار رحت لعند اختي قلت لها ممكن تعيريني ابنك مده 5 دقائق، ليش؟ ابني اسنانه كويسين؟ قلت لها لا بس مشان نصوره مو مشان شيء ثاني. وعملنا له عده صور لبين ما عرفت شو وضعيه الاضاءه المناسبه عندي بالعياده. هيك بكون خلصت هاي المحاضره، بتمنى تكون كثير عجبتكم، بتمنى تكون اكثر استفدتوا منها. اللي ما نو مشتغل بالزركونيا كراون قبل اخذ فكره عامه عن زركونيا كراون، تشجع انه هو يشتغل بالزركونيا كراون، والاشخاص اللي اصلا مشتغلين ممكن تفيدوني بتبس من عندكم، ممكن تكونوا استفدتوا انتم بتبس من عندي. اي سؤال اي استفسارات بتكون اياها زياده حطيت انا حسابي الموجود على الانستغرام، ممكن تبعتوا لي وان شاء الله بجاوبكم. شكرا كثير لحضوركم.